قبل ما ندخل المؤسسة السجنية كانوا عندي شواهد عليا، كان عندي إجازة في الانجينير الإلكتريك، كانوا عندي أحلام بغي نحققها، ولكن شاءت الأقدار مع الأسف دخلت المؤسسة السجنية. حسيت بالإحباط، واش هادوك الشواهد ديالي غادي ينفعوني من بعد الخروج من العقوبة السجنية؟ واش غتبقى عندي نفس المؤهلات؟ ولكن الحمد لله جاو عندي هاد الناس، عزلونا حنا ديال لي دوتوني اللي كنقراو. من بعد فاش خرجت جيت لهنا دوزنا 16، اول حاجه قاموا بها الناس هنايا هما انه كانت مواكبه نفسيه، حاولوا انهم يصحوا لي ديك الفكره اللي كانت عندي اننا من بعد العقوبه السجنيه ما كاين ما يتم. اول مره ملي كيجي عندنا لوستاجير كنخدموا معاه الدعم النفسي كمرحله اولى وكمرحله اساسيه، باش كنعاونوه يفكر بطريقه ايجابيه وباش نحيو فيه التفاؤل وباش نعاونوه باش يختار التوجه الصحيح وياخذ القرارات الصائبه والمناسبه لحياته. الحمد لله خدمت معاهم هنايا كوم ستاجير في بزاف ديال ليطاش. بديت اول حاجه في لا ريسبسيون، كنستقبل الناس لي بورتور دو بروجي، كناخذ لي دوني ديالهم كنسجلوهم، كنشوف الفكره ديالو، كنحاول نوجهه واش عنده فكره مشروع او المشروع قائم باغي غير يطوره. استفدت خلال هذا لو ستاج ديالي هنا من مساله صراحه غادي ناكد عليها، هو انني كنت كنقول من قبل انني ضاعوا لي سنوات من عمري، واش ممكن نوصل الاهداف ديالي كنت مخطط لها، لانني شفت ناس كبرى مني يلاه باغيين يبداو المشاريع ديالهم. هنا قررت انني نمشي في المجال ديال السيريغرافي لانني عندي ميول لهذا الشيء وقادر نعطي فيه. في اطار برنامج هوب اللي كتحملوا منظمه بروجي طوموندو ملال فينونسي بار لونيون اوروبيه، تم اختيار تعاونيه تينك تانك الخدماتيه بديت خريبكا للاشراف على المواكبه ديال مجموعه ديال السجناء السابقين اللي تم الادماج ديالهم في منصه ملتقى الشباب والابداع الاجتماعي في خريبكا، حيث هاد السجناء السابقين استفدوا من برنامج اللي فيه الاستماع والمواكبه والتكوين والتوجيه بغيه الادماج ديالهم في سوق الشغل او انشاء مقاولات ديالهم. وهاد الحقوق كينص عليها الدستور ديال المملكه، لا سيما المواد 19 و 23 اللي كتنص حول الحقوق والحريات لجميع الافراد ديال المجتمع كيف ما كان. واخا دوز الحبس ماشي نهايه العالم، الاهداف ديالي غنوصل ليها، خاص غير العزيمه والاراده.